السلام عليكم متابعين موقع طنجاوي، مرحبا بكم حلقة جديدة في ميكرو طنجاوي. الموضوع ديالنا اليوم هي كيفاش كتجيك مدينة طنجة وكيفاش كتجيك المعيشة ديالنا مدينة طنجة. أنا ولد مدينة طنجة الحمد لله. الله يا أخي، أجي نقول لك طنجة كيفاش كتجيك؟ طنجة خاوش نقول لك شي كلمة اختصار ديالها، مدينة فقراء ومدينة أغنياء، هي الوحيدة اللي جمعهم جوج بعض مع بعضهم، فهمت؟ جوج فيهم كيعيشوا مع بعضهم. مع بعضهم فهمتي، تصدق فهمتي، تصدق جبال أغنياء وفقراء مع بعض. غنقول لك المعيشة في طنجة كيفاش كتجيك؟ واش غالية ولا رخيصة؟ كاين موطا فهمتي اللي رخيص وكاين موطا اللي غالي فهمتي، كل موطا فهمتي وتينو اللي بغيتي. كل واحد هو والجيم ديالو نقول. حتى ولد فهمتي الدجاج ديال بوخاف كزناية تجبر فهمتي، راك عارف العيشة على قدها، طلع لهنايا عاود تجبر عاوتاني معيشة غالية. الله يعافيك. العيشة كتبدل. كتبدل ماشي كل موطا مع بعض. تبارك الله يعزك اخويا. قلتي لي جيتي كتزور طنجة. أييه جيت كنزور طنجة. وشحال مدة وانت كتجي لطنجة؟ أنا كنعيش برا، أنا كنعيش في أمريكا. تبارك الله. وعندي المنزل ديالي في مكناس. ولكن ضروري ملي نجي الصيفيه ضروري نزور طنجة الشمال كامل. عاد معك الاصدقاء طنجة. هذا طنجة، هذا طنجة زكريا وهذا احمد. وغنقول لك شنو كيعجبك في طنجة وكيفاش كتجي تزورها، يعني كتعجبك فيها شي حاجه؟ حقيقه طنجة كتعجبني لانه حنا ملي كنبقاو نعيشوا برا كنبقاو نعملوا ديك المقارنه، لا سيما المقارنه بنظافه الشوارع. طنجة الحمد لله نظيفه، ومدينه طنجة كتشرفنا، وكننصحوا حتى الناس ديال برا يزوروا مدينه طنجة، لان الحمد لله هو كيبقى بلادنا، ضروري نسخروا به. وكيعجبنا نرسلوهم الاماكن اللي هي جميله في الحقيقه، لا سيما طنجة النظافه، الشوارع واسعين، الغازو في الطريق، حتى الطوموبيلات كيحترموا ممرات الراجلين، شي بلايص اخرين ما كيحترموهمش. وشي مواطن مزيونين كتزور طنجة ودائما كتجي وكتعاود تمشي ليه؟ كنمشي للكورنيش ضروري، الكورنيش كامل كنتمشى فيه. كنمشي لديك كاب كاب سبارتيل. كاب سبارتيل، وكنمشي لمغاره هرقل، كنمشي للرميلات، وكنمشي للمقهى ديال الحافه لانها مطله حتى على البحر الابيض المتوسط، وكتشوف حتى اسبانيا كتبان من هنايا كتكون قريبه. المهم طنجة على كل من ناحيه المعيشه في طنجة كيفاش كتجيك المعيشه هنا في طنجة؟ وهي المعيشه صراحه غاليه شي شويه، الانسان لازم يكون خدام مزيان، ولا عنده الصالير مزيان، ولا تاجير ولا شي حاجه، ولكن حتى الانسان العادي كيلقى بلاصتو صراحه. يعني عيش يعيش يعيش. تبارك الله عليك وشكرا بزاف. الله يبارك فيك خو ديالي. تبارك الله عليك. الله يحفظك. غنقول لك واش كتسارى في طنجة ولا ساكن في طنجة؟ انا كنت سارة في طنجة. كيفاش جاتك طنجة؟ طنجة مزيونة و مسيباري على المغرب. و انت فين كتسكن؟ انا كنسكن في بنقري. تبارك الله. ودابا شحال غتقضي العطلة ديالك هنا في طنجة؟ شي 15 جوغ هكاك. تبارك الله. و الا سقسيتك على طنجة يعني شنو اللي عجبك فيها وشنو اللي ما عجبكش فيها؟ طنجة عجبني فيها كلشي الصراحة. كلشي طنجة كيف ما قلت لك في الاول، مسيباري على المغرب، كل الناس مزيانين، أجواء فيها زوينة، ماكلة ولا القهاوي كل شيء أثمنة، داك الشيء في المتناول الجميع صراحة، كل شيء هو هذاك. إلا قلت لك شنو الأماكن اللي زرتيهم في طنجة وعجبوك بزاف؟ زرت قصبة، زرت باب بحار، سوق برا، سينما الريف، زرت الرميلات غنية عن التعريف، زرت المنار. تساريتي معنا. مساري ديجا كنجي لطنجة. تبارك الله عليك ومرحبا بك. شكرا بزاف. تبارك الله عليك. شكرا. خو ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي ابراهيم، الله ينورك اخويا. غنقول لك طنجة كيفاش كتجيك في الصيفية؟ لا طنجة مضخمة في الصيفية، الأجواء مزيونة وكذا، بنادم يخرج، حتى بالليل ما تقنطش منا فهمتي؟ ماشي بحال أيام الشتوية كتكون خاوية فهمتي؟ ماشي بحال الصيفية زعما كتكون قضية منورة وكذا، فهمتي؟ كتكون مدينة فهمتي؟ كيجيو ديال السياح وكذا. الناس المغرب كامل هنايا، الحمد لله طنجة دايما منورة فهمتي كيفاش. إلا سقسيتي إلا خرجتي في طنجة وخرجتي مع العائلة شحال تقدر تتعشى وشي عشاء مزيون شحال تقام لك الدعوة؟ ولا شاش غنقول لك، على حسب الجيم ديالك ولا حسب البلاصة اللي هبتي ليلة فهمتي، 300 درهم 400 درهم حتى 500 درهم على حسب الجيم ديالك شنو عاد تاكل عاوز اخي ابراهيم. تبارك الله عليك. الله يرحم والديك السي ابراهيم، الله ينورك. الله يرحم والديك. ملي هضرت معك قلت لي انا غير خدام في طنجة، شحال وانت في طنجة؟ ماشي 7 سنين. تبارك الله. 7 سنين ماشي ساهل. 6 سنين ونص. غنقول لك طنجة كيفاش كتجيك؟ لا مزيونة صراحة، الجو ديالها واعر، و حتى سويسو كتولف. ملي كنت خدام في واحد المدينة أخرى. شنو المدينة كنت خدام؟ جديدة كنت فيها والو، ما عجبتنيش مرة. سويسو كنت ملي كنت في ديك المدينة أخرى كنمرض بزاف د الحوايج، ملي جيت هنايا والو أخويا ديال الجو ديالها نقي واعر صراحة. ويلا جيت من اكادير اليوم والله يلا. يعني طنجة هي طنجة. طنجة هي طنجة والله يلا. وغنقول لك المعيشة في طنجة مع الحكم ديالك مثلا وعشت في جديدة في اكادير، كيفاش كتجيك المعيشة في طنجة؟ شوية غالية شوية.
غاليه ولكن مزيون يعني واحد يصل. الله يحفظك. تبارك الله دري. تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. يعني اليوم خرجت، شكون اللي خرج يا خرجت؟ انا خرجت ولا هذا خرج؟ انا قدمتهم كاملين خرج. انا سقتك دابا كيفاش كتجيك طنجة؟ طنجة مدينة واعرة الصراحة، احسن مدينة في الشمال هي مدينة طنجة، و لا من مناظر لا من بزاف ديال الحاجات ديال، المهم راه مدينه سياحيه احسن مدينه كتجيني. يعني تنصح الناس يجيو يزوروا مدينه طنجة؟ ضروري. مدينه طنجة فيها بلايص مزيونين يتشافوا، فيها بزاف ديال الحاجات ما يتشاف. دابا انا سقسيتك على المعيشه في طنجة، كيفاش كتشوفها؟ واش رخيصه واش غاليه؟ في هذا الوقت هذا الصراحه غلات شي حاجه المعيشه، حيت السلام الخضره طالعه، كلشي طالع عندنا دابا، والحق في بخصوص هنايا في طنجة راه بزاف، بخصوص هي دابا العيد راه كان نص كبير من معايتي الأغلبية، وصافي هادشي اللي. تبارك الله عليك. تحية الدراري الحاومة. تبارك الله عليك. خو ديري تبارك الله عليك. الله يحفظك أخي. كتسارى مع راسك. واه. غنقول لك كيفاش كتجيك طنجة؟ قومي مزيان. مزيان؟ آه. دابا الحكم فوقاش سنين جيتي لطنجة؟ فوقاش سنين عايش في طنجة؟ خمس سنين دابا. كيفاش جاوك الناس طنجة؟ مزيان. الأمور ياك. وإلا هضرت لك على المعيشة، كيفاش عامل المعيشة في طنجة؟ عادي باما. يعني عادي الأم. تبارك الله عليك. الله يحفظك خويا رزاق، شكرا أنت. كما شفتوا الإخوان ديالنا ديال آراء ديال الناس في الشارع، وأنتم شنو الرأي ديالكم في طنجة؟ واش كتعجبكم طنجة؟ واش المعيشة غالية ولا رخيصة في طنجة؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.